المضادات الحيوية هي سلاح ذو حدين، لها منافع عدة وأضرار خطيرة. مركز كليفيلاند الطبي الأمريكي أوضح الفارق بينهما. المضادات الحيوية هي أدوية قوية آمنة بشكل عام، مفيدة جداً في مكافحة الأمراض، ولكن ففي بعض الأحيان يمكن أن تكون المضادات الحيوية ضارة بالفعل. يمكن أن يكون للمضادات الحيوية آثار جانبية، بما في ذلك الحساسية والإسهال الخطير الذي قد يكون خطراً على حياة الفرد بسبب البكتيريا أو الجرثومة. الآثار الجانبية للمضادات الحيوية مسؤولة عن زيارة واحدة تقريباً من كل 5 زيارات لقسم الطوارئ، وهي السبب الأكثر شيوعاً لزيارات قسم الطوارئ للأطفال دون سن 18 عاماً. عندما تتناول مضاداً حيوياً لا تحتاجه، فإنك تتعرض دون داع للآثار الجانبية للدواء ولا تحصل على أي فائدة منه. كل عام هناك أكثر من 140 ألف زيارة لقسم الطوارئ بسبب المضادات الحيوية، ما يقرب من 4 زيارات من كل 5 زيارات لقسم الطوارئ للآثار الجانبية المرتبطة بالمضادات الحيوية، والتي ترجع إلى رد فعل تحسسي. يمكن أن تتراوح ردود الفعل هذه من الطفح الجلدي الخفيف والحكة إلى ردود الفعل الجلدية الخطيرة وتورم الوجه والحلق ومشاكل التنفس. ويعد تقليل استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية هو أفضل طريقة لتقليل مخاطر الآثار الجانبية للمضادات الحيوية. يجب أن تخبر طبيبك عن أي تفاعلات دوائية أو حساسية سابقة. عندما تتناول المضادات الحيوية، يتم تدمير البكتيريا الجيدة التي تحمي من العدوى لعدة أشهر. خلال هذا الوقت، يمكنك التقاط البكتيريا من الأسطح الملوثة أو انتشارها من بيئة الرعاية الصحية. لذا، الأشخاص وخاصة كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر. فتناول المضادات الحيوية بالضبط وفقط كما هو موصوف، فقد يؤدي استخدام المضادات الحيوية إلى زيادة خطر مقاومة البكتيريا لها، ويمكن أن تكون العدوى المقاومة للمضادات الحيوية خطيرة للغاية ويصعب علاجها.